خلينا نكمل شوية أيضا مع حادثة قطري سوهاج قبل أيام يوم الجمعة اللي فاتت واللي راح ضحيتها عشرات المواطنين وأكثر من 185 مصاب بسبب غلطة الوزير، وزير النقل كامل الوزير اللي ادى أوامر مباشرة لسائقي القطارات بإيقاف التحكم الإلكتروني أو نظام السلامة الإلكترونية. طبعا الصور اللي احنا شفناها دي أو الفيديوهات اللي شفناها من داخل القطر ومن خارج القطر واللي فضحتها مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة، واللي اتسبب فيها أيضا عبد الفتاح السيسي كالعادة اللي استخسر العشر ملايين أو العشر مليارات عشان يحطهم في البنك وياخد فلوس. أحد من فضحوا هذه الجريمة هو الشاب صاحب هذه الصورة المجند رحيل أبو عامر، رحيل أبو عامر ابن محافظة سوهاج واللي كان بطل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت مع أول بس عمله من داخل القطر لما قال الحقونا، بيستغيث بالمواطنين، يستغيث بالمسؤولين، بيستغيث بالإسعاف ووزارة الصحة لما كان شايف الجثث والقتل حواليه في كل مكان. عمل بث مباشر على صفحته على فيسبوك وهو مجند رايح الجيش بتاعه، عمل بث عشان يقول للناس أغيثونا الحقونا احنا بنموت محدش سائل فينا. افكركم بجزء من البث اللي عمله رحيل ابو عامر، متابع. بصاي لحدك ماتي، ايه القطارات هنروح فين؟ هنعمل ايه يا مصلا؟ الناس بتدور على اصحابها، الناس بتدور على اصحابها، ام واختها الست الكبيره دي تروح فيها؟ اللي مات هناك دي، اللي ميت هناك، شاركوا البث. الناس اللي ميتة جوه وبره، احنا مش عارفين باقي الناس فين. انت شايفين القط؟ شايفين القط؟ طلعوني وعين الدم. طب انا اعمل ايه؟ انا مش عارف انا حته فين لو اجعان. انا مش عارف انا هذا شكلنا اهو، هذا شكلنا اهو. انا مش عارف انا حته فين لو اجعان. الناس ميتة، هذا الدم. طبعا ملايين المشاهدات لفيديو البث المباشر اللي نشره رحيل ابو عامر واللي حذفه بعد كده مضطرا. العالم كله شاف الفيديو والعالم كله تناقل ازمه قطري سوهاج نقلا عن هذا الشاب او هذا المجند رحيل ابو عامر واللي كان رايح يقضي الخدمه العسكريه بتاعته في الكتيبه بتاعته، لكنه حظه العاثر او قدره أوقعه داخل هذا القطار، وكالعادة في بلدنا الطيبة الجميلة بيسيبوا صاحب الجريمة ويعاقبوا اللي كشف الجريمة، زي ما بيقولوا كده أهلنا الفلاحين، بيسيب الحمار ويعض البردعة، مع احترامنا لكل السادة الحمير في بلدنا. لكن اتعامل معاه الإعلام المصري وبعض اللجان الإلكترونية منذ أول لحظة كما حدث مع الشاب بتاع المنطقة الحرة، زي ما حصل كمان مع محمد علي وحصل مع سواق التوك توك. بدأوا يتهموا رحيل أبو عامر إنه إخوان وإنه ممول من الخارج وإنه يسعى ورا الشهرة وإنه كمان عايز يركب الترند، وقال لك ده أنت معاك فلوس منين تشحن عشان تعمل بث مباشر؟ يا أخي الراجل كان رايح الخدمة العسكرية وضحى بفلوسه عشان ينقذ الناس. وبنفس المبدأ اللي حصل مع المواطن اللي صور مأساة مستشفى الحسينية قبل شهور في الشرقية، تم استدعائه للنيابة بتهمة نشر أخبار كاذبة. يتعرض المواطن رحيل أبو عامر خلال الساعات اللي فاتت لحملة ضخمة من الإعلام واللجان الإلكترونية وبعض المحسوبين على النظام المصري واتهامه بأنه إخوان. الشماعة اللي بيستدعيها النظام مع كل فشل ومع كل خطيئة ومع كل كارثة وأزمة بتوصل أو بتحصل في الشعب المصري. نشر أيضا رحيل أبو عامر من جديد على صفحته على فيسبوك واللي بدأت تحصل على عشرات الآلاف من المتابعات خلال الساعات اللي فاتت، نشر فيديو جديد يبرأ نفسه ويقول أنا مش إخوان، الحقوني، أرجوكوا محدش يقول عليا أنا إخوان، أستغيث من الإعلام والكتائب واللجان الإلكترونية. تابع ما قاله الشاب رحيل أبو عامر. رحيل أبو عامر اللي كنت مصور البث وقال عليه إن أنا إرهابي وقال عليه إن أنا إخواني، أنا أبسط مما تتخيل، أنا ولا لي في الإرهاب ولا في الخيانة ولا في الإخوان، أنا اللي جعل في لقمة عيش.
أنا لا ليا في الإرهاب ولا في الخيانة ولا في الإخوان، أنا بجري على لقمة العيش. كلام الشاب رحيل أبو عامر، واللي بيتعرض لحملة ضخمة خلال الساعات اللي فاتت بالطالب بالقبض عليه ومحاكمته بسبب نشر أخبار كاذبة. أخبار كاذبة مات فيها 32 أو بعد كده نزلوا الرقم بقى 19. رحيل أبو عامر أيضا نشر هذه الصورة على صفحته وقال: ابن خالي اللي كان معايا في القطر الثاني كانوا ماشيين على الجيش، وجعت قلبي عليك يا أخويا. ابن خالي أحمد محمد صديق بكري أبو سكر في الجنة يشهد مع السلامة يا أخويا، أو مع السلامة يا أخويا، ونشر صورته مع ابن خاله اللي توفى أيضا في هذه الحادثة. حملة خلال الساعات اللي فاتت من نشطاء ومغردين مصريين للدفاع عن رحيل أبو عامر حتى لا يكون مصيره كمصير محمد علي وشاب المنطقة الحرة وشاب التوك توك وأخيرا شاب مستشفى الحسينية، دفاعا عن أي صوت حر بينقل الحقيقة وبيفضح الفساد. النشطة غدا نجيب قالت: الشاب رحيل أبو عامر مصور كارثة سوهاج الآن على صفحته في بث مباشر يقول: أتعرض لاتهامات إرهاب والانتماء لجماعة الإخوان رغم أني عملت البث عشان أستغيث بالمسؤولين عشان الإسعاف تجيلنا. بتقول له: معلش يا ابن الصعيد، هو ده حالنا كلنا، أي حد يفتح بقه تتهمه تهمته جاهزة، كويس إنهم نسيوا يتهموك بنشر أخبار كاذبة. لا، هم اتهموه أيضا بنشر أخبار كاذبة. اللامتحجب بيقول: احرق لكم الاحداث، اللي صور الفيديو اخواني واللي فتح بلف في الطوارئ في اكتر من عربيه في وقت واحد جماعات ارهابيه، واللي زعلان ومتضايق من الحادث ما بيحبش بلده ولا بيساندها. اما زهران بيقول: مش معقول التهم المعلبه جاهزه لاي حد بيصور، مشكله على ارض الواقع، نفس اللي حصل مع اللي صور موت مرضى الكورونا في مستشفى الحسينية، سابوا المصيبة ومسكوا في اللي شير الفيديو ده، بس الإخوة اللي بيقولوا واثقين في السيسي. حنفي بيقول: الواد اللي صور الفيديو بيستغيث، بيقول لك متهم بانتمائه للإخوان وإثارة الذعر بين الناس. طيب وعهد الله أنا وغيري كتبنا الكلام ده بمجرد ما الواد نشر الفيديو، وقلنا ربنا يستر عليك يا ابني، إيه اللي بيحصل ده؟ أما أحمد خلاف بيقول: الدولة دلوقتي هتثبت إن اللي تم بفعل فاعل، وأمن الدولة هيجيب الواد اللي صور الفيديو يقدمه شهرين ثلاثة كده وبس، إنما محاولة إصلاح السكة الحديدية وإن اللي حصل ده ما يحصلش تاني فيستك. بس بأمانة هي فيها حاجة حلوة، ده اللي قاله أحمد خلاف دفاعا عن الشاب رحيل أبو عامر، واللي مازال حتى الآن حملة ضده بيقودها بعض اللجان الإلكترونية وبيشارك فيها بعض المشاهير وبعض رجال الأعمال. فيما تم تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على رحيل أبو عامر، وهو ما نفاه رحيل أبو عامر وبعض من أسرته أنه لم يقبض عليه، لكنه في بيته بيتعرض لهجمة ضخمة. السؤال: ليه دايما في بلدنا بنسيب الجاني ونمسك في اللي نشر؟ ليه دايما بنسيب الكارثة أو الأزمة ونمسك في اللي كشفها؟ ليه زي ما حصل في وزارة الصحة، بدل ما نعالج الأزمة منعت الدكتورة وزيرة الصحة التصوير في المستشفيات؟ بيحصل النهاردة مع الشاب اللي صور الكارثة وربما تسبب في إنقاذ أرواح العشرات، بدل ما نصلح الأزمة بل نكرمه ونقول له أنت راجل شجاع ونقلت استغاثتك للعالم، بنطلع نشوهه ونطلع نقول عليه إخوان، وكأن النظام بيقول لنا موتوا وانتوا ساكتين، واللي يشوف مصيبة يعدي من عليها أو يغمض عينيه لحد ما تحصل، لأن اللي هيكشف أي فساد هيبقى هو المذنب.